بينا جيلا يصبو للحرية، نتراقص في صدر الدنيا مثل الأزهار البرية. نحلم بالفجر لكي يأتي والقلب مليء بالأمل، ونكد ونسعى في الدنيا نبني بالعلم وبالعمل. ولنا قلب ولنا عقل ولنا فكر ولنا حكمة، وبها نمضي في رحلتنا نحو المستقبل والقمة. خلينا نقول لما اي اب او ام بيدخل على ابنه او بنته يلاقيه عمال يغني يقول له يا ابني امسك كتاب ذاكر فيه يمكن ينفعك. الحقيقه انه السنه دي وفي 5 محافظات وفي عدد من المدارس هيجربوا حاجه تانية هتخلي الابن او البنت يذاكر بس وهو بيغني زي الاولاد دول. يعني دروس النصوص، دروس الجغرافيا، دروس العلوم، القواعد، قواعد اللغة العربية، هتتعمل أناشيد وأغاني بحيث إنه المدرس يشرح في الحصة وفي غرفة الموسيقى أو في حصة الموسيقى الولاد يغنوا القاعدة. ده حلم كان عند مدرسة موسيقى صغيرة من أكتر من 10 سنين، فضلت ماسكة حلمها من وزير تربية وتعليم للي بعده للي بعده للي بعده لحد السنة دي ما دكتورة نسرين مشروعها بيتحقق، وكتير من النصوص أو المواد التعليمية اللي في مناهج الدراسة السنة دي هتبقى متلحنة ومغناة لأولادنا في المدارس. أهلا بحضرتك يا دكتورة نسرين حلمي، أستاذ على وشك، أستاذ مساعد. أهلا بحضرتك. معانا كمان دكتورة ناهد القرشي، مدرس مساعد في كلية التربية الموسيقية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي فندم. إيه بقى موضوع النصوص اللي أنتوا هتخلوها تتغنى وولادنا يتمشوا في البيت رايح جاي عمالين يغنوا الدروس دي؟ الحقيقة اللي خلاني أبتدي البروجيكت ده هو كان بالصدفة أني أنا دخلت حصة احتياطي في مدرسة، ولقيت كانت على سنة 5 ابتدائي، ولقيت الأطفال متضايقين جدا، كان عندهم نشيد محفوظات وشايفاهم مبوزين ومكتئبين كده، مالكوا طيب في ايه؟ اصل النشيد تقيل وما هنحفظه ولازم نسمعه الحصه الجايه. قلت لهم طب ابعتوا هاتوا الاورج، هاتوا لي يعني الاورج من اوضه الموسيقى، وقعدت ادندن فيه كده. وبعدين قلت لهم طب يلا نغني سوا. قبل ما الحصه تخلص كانوا الاطفال حافظين، وابتدى الموضوع بقول لهم لا طب تعالوا لي في البريك، تعالوا انا عملت لكم نشيد جديد، النشيد بتاع الوحده اللي بعد التاليه يعني. واستمريت على كده، وبعدين ابتدت يحصل غيره. السوبرفايزر بتاعت الانجليش عرفت، قالت لي طب احنا عندنا بويمز، عايزين اشعار بالانجليش تقيله برضو على قلب الولاد، تقدري تساعدينا في حاجه زي كده؟ على قلب الولاد يعني الاشعار تقيله، اعمل لكم اشعار بالانجليزي. فهي انا اخذت الاشعار دي ولحنتها وابتديت اشتغلها. لقيت نفسي بقى بقيت امسك من اولى ابتدائي لغايه سنه 6 في المدرسه، كانت ليها 2 برانشز، بقيت امسكهم يعني. عامله اي او جهزتوا اي نشيد لقواعد او للنحو نقدر نسمعه للناس دلوقتي؟ الحركات الاصليه، وعندنا اسماء الاشاره و اسماء الاشاره، هذا هذان هاتان، اسماء الاشاره. ايوه تمام. عملتوها اغنيه. تمام. بيتهيألي بياخدوها هياخدوها في 4 ابتدائي اللي داخلين دلوقتي. هي انا حابه اشير بس الحاجه، هم الاطفال من اولى ابتدائي وثانيه وثالثه بياخدوها كظواهر لغويه ومش القاعده كقاعده يعني، انما هم بياخدوا اشاره ليها بس نبذه عنها. القاعده بالتفصيل والاعراب والحاجات دي بتبتدي بقى من 4 و5 و6 ابتدائي. هاجر هتغني لنا اسماء الاشاره. تمام. يلا يا استاذ. اسماء الاشاره هذا هذه هذا هاتان هؤلاء، تكتب القريب اما الذي يكمن بعيدا غير هؤلاء، نكتب له ذلك تلك اولئك اولئك طلبه مكتوبه
يجتهدون. هذه الفتاة الجميلة جدا، هذا الولد بار حنون. أسماء الإشارة تبنى دوما فيما عدا هذان وهتان، ترفعا بالألف وتجران بالياء وأيضا بها تنصبا. هذا لأن مأت مسنى مرفوعا بالألف وينصب بالياء ويأتي مجرورا بالياء، وهذا هو درسنا اليوم يا أولاد. أسماء الإشارة ترفع بالألف وتجر بالياء. طيب دكتورة ناهد، احكي لي عن المشروع أكتر، وقد إيه أنت متحمسة له وإزاي ساعدتي فيه؟ النشيد بيبقى هيغنوا لحضرتك دلوقتي مثلا حرف الجيم اللي هم حافظينه حاليا. هي بتبقى فكرة مثلا بتتكلم عن حرف الجيم، يروح مثلا جدتي مثلا على أساس أن كلمة فيها حرف الجيم. فبعمل أغنية أو نشيد صغير في كلمات كتير فيها حرف الجيم، زي جمل، زي جدي، ويحفظوه ويبتدوا يقولوا لهم فين الكلمات في الأغنية دي اللي فيها بحرف الجيم. يطلع يستخرجوها من النشيد ويحط تكتبها المدرسة على السبورة. طيب بعد ما يستعرضوا كل الكلام ده، الكلمة دي جدي حرف الجيم جاي في أول الكلمة ولا في نصها ولا في آخرها؟ يعني ده المفروض ان يبقى الاولى ابتدائي او لرياض الاطفال كمان. يعني هو ممكن. كل ما بالذات لو بقى اغاني حرف اللام برضو، لما قالوا لي حرف اللام اول حاجه تبادرت الى ذهني لا 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 لا، حرف اللام. فقلت لا 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 لا، الكلب يلعب في الرمل ويلف ويلهو بالحبل، فرأى لوحا فوقه نمل سلحفة تلعب بالطبل، أخذ ينط برجليه يتمايل مع صوت الطبل. لا 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 لا. تلاقي مثلا 8-9 كلمات في بس خلينا نفتكر انه ده منهج عربي. يعني احنا مش ده، دي مش حصه موسيقى بالظبط. ما تسمعوا لنا درس حرف الجيم يا ولاد. نوري نوري هتسمعنا حرف الجيم. عايزه صوتك. اسمك نوري. نوري سمعينا يا نوري حرف الجيم. جدتي يا جدتي أحكي لك عن رحلتي، ذهبت إلى الحديقة ورأيت هناك شجرات وجملا يجلس تحتها وجديا يجري حولها وجسرا بجوارها، عبرته يا جدتي. ده حرف الجيم، كل الحروف بقى عامل لها 28 حرف. كله عملته كله من زمان، بس في كانت حاجات عايزه تتحول للغه عربيه فصحى عشان البروجكت، وفي حاجات كان في كام حرف كده هم قالوا لي خلاص اشتغلناه فما سجلتوش. اشتغلت عليه وكملت لها الحاجه اللي هي عايزاها. بس في حروف صعبه، يعني الالف سهل، الب سهل، انما تيجي بقى الضاد والخاء، يعني نقعد بقى نفكر لاولاد ايه والظ او اصلا ظبي، نقعد اصلا نشرح الحرف ولا نشرح الحيوان او ظل، يعني كله. في حاجات كده صعبه واحنا بندرس لاولادنا ولا ايه؟ حرف الظا ده عملتي فيه ايه يا دكتور؟ هي عبقريه الدكتوره نيد. انا فوجئت بالانتاج ده الصراحه، وانا قلت لها انا مصره اني اخد الانتاج ده، لان هي فعلا اتقل الحروف عاملاها في صوره اغنيه وبسيطه وقصيره، وبتستعرض الحرف في اول الكلمه ووسط الكلمه وفي اخر الكلمه، وكمان بقصه، يعني مش مجرد هيك. طب عملتي ايه في الخاء؟ قولي لي. احنا خاء، الخوخ، خيار، خيمه. هتغنيه دلوقتي؟ احنا ممكن نغنيه دلوقتي. الخاء، طب قولي لنا كده. هي هاجر هتغني في دور الاستاذه المدرسه، ودول التلامذه بقى هيردوا عليها. طيب
أين الخبز؟ عند الخباز. خس وخيار عند الخضر. أين الخبز؟ عند الخباز. خس وخيار عند الخضر. أنا ألبس خاتم مأخوذة وقت الخروج يا أصحابي. أين ثيابك؟ في الخزانة. مما تصنع الخزانة؟ أين ثيابك؟ في الخزانة. مما تصنع الخزانة؟ من الخشب يا إخواني، من الخشب يا إخواني. الأبجدية كلها الأولاد في الحضانة أو في أولى ابتدائي يسهل لهم الكلمات اللي فيها الحروف، وده التعليم المبكر. خلينا نقول التعليم المبكر. طيب إيه من الدروس يمكن حتى لو هم مش حافظينها أنت فاكرة كنت عملتيها من مناهج سابقة، سواء إنجليزي أو علوم أو أي حاجة، غنيها لنا كده يا مس نسرين أو دكتورة نسرين. أنا ممكن أغني جزء من نشيد اللي هو الموفمنت اوف ذا مون ده بتاع الساينس، كان مقرر لسنه رابعه ابتدائي، حركه القمر يعني. ايوه بالانجليزي بقى ده. طب اتفضل يا دكتوره نسرين. I'm a satellite of the earth. I rotate in 28 days. I appear in different shapes through my rotation around the earth. They call me new moon, dark moon. When I lie between sun and earth, that's because I have a dark face through my rotation around the earth. يعني انت حلوت الدرس خالص. طيب ممكن يا مروان تسمع لنا في نص موجود في رابعه ابتدائي اسمه هذا صفي، ثالثه ابتدائي السنه دي هيبقى في المنهج برضو. اللي هيدخل المدرسه خلاص خلال ايام يعني هيلاقوه موجود، انما هيلاقوه نص معتم زي القمر المعتم، او هيلاقوه نص جاف. مروان في المشروع اللي بيتعمل في وزارة التربية والتعليم واللي هيطبق في مجموعة من المحافظات هيغني النص من اللغة العربية هذا صفي. هذا صفي، هذه كتبي تشرق فيها شمس العربي. هذا صفي، هذه كتبي تشرق فيها شمس العربي. أهلا أهلا يا مدرستي، هيا نقرأ أحلى لغتي. أهلا أهلا يا مدرستي، هيا نقرأ أحلى لغتي. نكبر معها، نحلو معها، لغة الفصحى ما أروعها. يا مروان انت كده بعد كده هتبقى استاذ اجيال، يعني اللي هيحفظ الاغنيه دي تبقى انت صغير كده وناس تشوفك انت اللي بتدرسهم، يعني هياخد الاغنيه منك. اشمعنى خمس محافظات اللي اخترتوا ان انتوا تطبقوها؟ وهل هتطبق في المدارس التجريبيه بس ولا هتطبق في كل مدارس المحافظات دي؟ القاهره واسكندريه والشرقيه والاسماعيليه واسيوط. والاسماعيليه واسيوط. احنا واخدين الخمس محافظات دول اخترناهم على اساس ان هم يمثلوا جمهوريه مصر العربيه بشكل تقريبي. يعني محافظه من الصعيد زي محافظه اسيوط، من الساحل زي اسكندريه، القاهره دي العاصمه، الشرقيه كمان محافظات الدلتا، والاسماعيليه من محافظات القنين. واخدين اداره تعليميه من كل محافظه، الاداره دي ممكن توصل ل 170 مدرسه. في المدرسه دي مثلا بيبقى فيه ثلاث صفوف اولى ابتدائي، ثلاثه ثانيه، ثلاثه ثالثه. انا باخد فصل واحد من كل صف، يعني فصل من اولى، فصل من ثانيه، فصل من ثالثه بس.
بس من كل مدرسه احنا بنتكلم في 446 يعني بقى عندي مدرسة. فصل بياخد الاغاني اللطيفه دي وفصل تاني ما بياخدهاش. ايوه لسبب اني انا باخدها زي نموذج كمشروع تجريبي اني عايزه اعمل الاحصائيات بتاعتي. يعني انا دلوقتي مدرس عاده بيبقى مدرس اللغه العربيه بيدرس للثلاث فصول في المدرسه، ثلاث فصول سنه اولى، هو بيدرس لكل سنه اولى. انا هاخد فصل من عنده هو هطبق عليه البروجكت ده او الاغاني دي، والتاني هو هيدرس له بالطريقه التقليديه العاديه خالص مش يعني، وهنقيس بقى اللي هو عارف هيك تجريبيه وضبطه، مجموعه تجريبيه ومجموعه ضبطه عشان اطلع المقاييس بتاعتي. وانا حاسبه نجاح البروجكت ده من عدمه ازاي، اني انا هشوف نتائج الاطفال. ايوه بس لما تاخدوا مدرسه كامله، يعني قصدي انه لو يعني كل فصول ثالثه ابتدائي في المدرسه دي، يعني هتقيسيها ازاي؟ ما هو بمدرسه ثانيه اقيسها بمدرسه ثانيه، لان مش هيبقى فير تيست، مش هيبقى مظبوط. لان انا دلوقتي نفس المدرس، هنفترض ان المدرس ده كفاءه والمدرس اللي بيدي لثالثه ابتدائي في المدرسه الثانيه مش على نفس الكفاءه. انا عايزه اوحد كل العوامل تبقى كلها واحده في معادة واحد بس عشان اعرف اقيسه اللي هو البروجكت. طيب قلتي لي يا دكتوره ان انتوا هتعملوا كمان فكره الحقيقه مثيره للاهتمام قوي، انه في النهايه انتوا بتقولوا احنا بنحاول نبسط الدروس، ما بتقولوش احنا بنعمل الحان عظيمه ولا بنعمل سيمفونيات، لا احنا بنعمل حاجه لطيفه الاطفال يحفظوها وتساعدهم في الدراسه. وبالتالي انتوا شايفين الموضوع ما مش مفروض يبقى حكر على عدد معين من الناس، لا انتوا ولا الملحنين المشاهير ولا اي حاجه، انتوا هتخلوا او نفسكم تخلوا مصر كلها تلحن المناهج بالظبط، اولياء امور مدرسين بالزبط. مدرسات مهندس، اي حد يشوف عنده القدره شاف نص كده يقدر يلحنه واي نوت، ليه لا ما يبعتلكوش اللحن ده. الحقيقه يا استاذه منى بالفعل لما جيت قدمت البروجكت ده للدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم، وانا على فكره بوجه له تحيه كبيره لان الراجل ده على قد يعني ما هو مهندس، انما هو واقف في ظهرنا بشكل قوي جدا، متبني المشروع ده، تحمس له من دي وان، ما خدش اجراءات الروتينيه طبعا فكر طب سيبيه ندرسه طب لا خالص، من اول قعده قال لي انا موافق. وكنت انا مقدمه له المشروع كمشروع قومي بعنوان مبادره العوده الى الكتاب المدرسي. احنا عندنا في الايام الاخرانيه حصلت اغاني كتيره طلعت على الساحه، زي مثلا اغنيه عبده موته اديك في الجركن تركن واديك في السقف اتمحر والحاجات دي الحاجات الجامده قوي، الاغاني العميقه على ايوه تمام، واللي بتنزل على الموبايلات للاطفال وعايز تحمل والتلفزيون بيعلن عنها بقوه. وانا عندي ابن في السن ده الاقيه بيقول لي مامي وكود كام، اقول له ليه انت ناوي تحملها ولا ايه؟ لا ما ينفعش الكلام ده. فأنا فكرت اللي عمل اللي ألف الأغنية دي على فكرة ده واحد موهوب، هو معاملها بنوع من أنواع الزجل، مش أي حد يعرف يعني يطلعها على الأقل بالشكل ده، بغض النظر عن مضمون الكلام إنه هو هابط أو مستواه متدني. أنا البني آدم ده اللي ربنا أداله نعمة، أنا عايز أستغل النعمة دي، عايز أحسسه بقيمة النعمة دي، إن أنت إزاي توظف النعمة دي بشكل إيجابي. أنا محتاجة لك، احنا محتاجين لك ايا كانت شغلتك، ايا كان وايا لو كان تقدر تحط اي نص لاولادك او لاولاد الجيران او في منهج شفته تعرف تحطه في صيغه اغنيه بسيطه مش هابطه، شارك معانا، هي دي الدعوه. ما فيش حد ما عندوش اطفال ولا اولاد ولا اولاد اخوات او جيران او احفاد. الناس دي لما انا اعمل مبادره العوده الى الكتاب المدرسي كل واحد هيمسك الكتاب ويرجع يقرا تاني، هيحط نفسه في تحدي، طيب انا هستغل قدراتي الدرس ده ازاي احول نص لنشيد، ويبتدي يبعت لنا واحنا نقيم لجان متخصصه في الكلمه ولجان من اساتذه اكاديميين من الموسيقى يحطوا افضل لحن وافضل كلمه، وصاحب الكلمه ده او اللحن اسمه ينزل على شغله في الكتاب المدرسي وينزل على الويب سايت ويكرم. يعني انا عايزه اخد بايدين كل الناس ايا كان بقى طفل صغير او راجل او طالب في كليه تربيه موسيقيه او كونسرفتوار او ملوش علاقه بالموسيقى، علاقة بالموهبه صح، الموهبه ملهاش علاقه اذا كان دارس ولا مش دارس، في ناس دارسه بس ما عندهاش موهبه. يا فندم الاهالي
بيعملوا قروض عشان ولادهم يحفظوا الحاجات، فانتوا هتلاقوا مؤلفين وملحنين كتير يعني كتير جدا. انا بشكركم شكر جزيل. بس ايه اخر اغنيه منهجيه ممكن تسمعوها لنا؟ حركات الأصلية الأولى ابتدائي قواعد اللغة العربية، اللي هي الفتحة والضمة والكسرة. والكسرة والسكون. والسكون نسيت السكون أنا ده. نبتدي بالحركات الأصلية. الحركات الأصلية فتحة وكسرة وضمة جلية، حركات فوق الكلمات تكتب أو تكتب سفلية، الفتحة شرطة تكتب فوق الحرف وتكون دائما مائلة، والكسر شرطة تكتب تحت الحرف وتكون دائما مائلة، والضمة تكتب واو مضمومة فوق الحروف دائما علوية، الفتحة مثل كتب شرح، والكسر مثل الراء في شربة، والضمة سئلة نصرة عرفة، عسين والنون والعين واضحة، وسع وسع للسكون دائرة صغيرة حلوة تكون، فوق الحرف لا يتحرك يظل ساكن مهما يكون، نكتبها في كلمة صوت عالواو دائرة ساكنة سكون، وعلى الميم في كلمة حمد حمدا لله رب الكون. طيب انا بشكركم شكر جزيل، وبتمنى التوفيق للتجربه دي. في تجارب كده المفروض ان احنا نكون عاملينها من زمان، او بس المثل بيقول ايه، المثل الانجليزي بيقول لك اتس نيفر تو ليت. ابدا الوقت عمره ما بقى متاخر. يعني احنا بالفعل بدينا من زمان بس بشكل انديفيديوال فردي. يعني بالظبط كده. انا الاوان يبقى بشكل جماعي، انا الاوان ان احنا ولادنا ينطقوا الحروف صح، انا الاوان انه اللي بيتعلموه في 3 سنين يتعلموه في شهر بسرعه عشان يتفرغوا للتفكير وللتجربه وللخيال وللمعرفه، ما يبقاش الحفظ من اول لحظه لحد الثانويه العامه. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره ياسمين، شكرا دكتوره مايا، وشكرا للافاضل اللي موجودين معانا. شكرا جزيلا. الناس دول كانوا حياتهم ازاي، عايشين ازاي؟ انا بقى لي 40 سنه بمثل، 34 وانا كبير وستة اطفال. التآمر داخل القصر الرئاسي، وانا بقول انه القصر هو المكان الوحيد اللي ما حصلوش انتهاك. ماشي كمان من دول هتلاقي الدموع نازله. انا ما اكذبش عليك، يعني اتخذت كده بتصوروا ان انا ابن كريم ومختار ونور الدمرداش. ايه اللي خلاك تمثل؟ انا ما بعرفش امثل، انا راقص. انا بتصور ان انا كان جوايا في حلم. كنت مغرور او كنت تنك؟ عارفه يعني ايه ان انا ابقى معروف انا عندي 8 9 سنين؟ هبقى مغرور ليه؟ اكيد في سبب معرفش. انا مراتي رغايه، بس عينه ما نزلتش من على الشاشه اللي عليها مراته. هو البني ادم كده تقول لي مش كان سفير كان احسن؟ قلت لها جايه تقولي لي دلوقتي ما كان من سنه.